نحن سنعود للأسواق الخليجية ونتناول بالتحليل أداء السوق القطرية مع ضيفي من الدوحة عبر الهاتف أحمد عاقل محلل الأسواق المالية. أهلا بك أحمد. عندما تحدثنا منذ حوالي أسبوعين كنا نتحدث عن قيم تداولات متواضعة جدا في السوق القطرية، ولكن مع بداية العام الجديد قيم التداولات تصل تقريبا وبشكل يومي إلى 700 مليون. ما أسباب هذا النشاط في السيولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على معي أول شيء بالنسبة للتغير بحركة أو خلينا نقول السيولة الداخلة على السوق القطري، أكيد مع بداية العام شهدنا أرقام جديدة وبالتحديد مع يعني كسر النقطة التي تحدثنا عنها سابقا، نقطة المقاومة السابقة اللي كانت 10 يعني 3559 أو 60 وهي القمة السابقة التي تم تحقيقها سابقا. مجرد كسر هذه النقطة أوحت بمزيد من الثقة وأعطت انطباع بمزيد إلى من الارتفاع بالسوق القطري، بالإضافة إلى أهداف فنية قد تحقق أول هدف اليوم منها اللي هو حوالي 10820. كل هذا أدى إلى دعم وإلى حث المستثمرين الداخليين والخارجيين إلى الدخول مرة أخرى بالسوق القطري وضخ مزيد من السيولة. هذا أيضا بالإضافة إلى أنه نحن دائما نعرف بنهاية أي سنة مالية عادة ما يكون هناك بعض التصفية لتحقيق يعني النتائج أو أرباح استثمارية لبعض المحافظ الأجنبية أو الداخلية ورقيا، ومن ثم إعادة الشراء منذ بداية الأسبوع الأول بالسنة الأولى للاستثمار مرة أخرى بهذا السوق. هل ترى أنه سيستمر هذا النشاط؟ رح يكمل خلال هذه الفترة. نعم، أتصور أنه خلال الفترة السابقة شفنا كيف تم الارتفاع بشكل خلينا نقول تدريجي وعلى أسهم منطقات. أعتقد أننا للفترة القادمة سوف نواصل الارتفاع بالسوق القطري مع بعض التصحيح أكيد المتوقع خلينا نقول، ولكنه لن يكون تصحيح قوي. يعني اليوم شفنا ارتفاع أولا بحوالي تقريبا 50 ل 60 نقطة، ثم شهدنا انخفاض 20 ل 30 نقطة، ثم ارتفاع مرة أخرى ليسكر السوق باللون الأخضر. أعتقد أننا خلال الفترة القادمة سوف يكون هناك بعض الثبات عند هذه النقطة لعدة أيام أو لعدة جلسات، ثم الانتقال إلى نقطة مقاومة أخرى 11000. ودائما اختراق أي نقطة مقاومة يحتاج إلى سيولة كبيرة ليكون الاختراق حقيقي. أتوقع أننا منذ نصف الشهر 15 كمان وبالطالع سوف نبدأ بمشاهدة سيولة أكثر، وخاصة بعد إعلان نتائج بنك قطر الوطني والذي عادة ما يكون هو البوصلة التي تقود نتائج البنوك والمؤسسات والشركات القطرية بشكل عام. طبعا أيضا مع قرب إدراج بورصة قطر في مؤشر MSCI للأسواق الصاعدة، نتحدث أيضا عن مخطط السيولة. يعني إذا نظرنا ليس إلى حجم التداول ولكن إلى قيم التداول، هناك تركيز على بعض الأسهم القيادية، صناعة قطر، البنك التجاري، المصرف، بنك الدوحة، بنك قطر الوطني. هذه أسهم كبيرة في السوق لها وزنها في المؤشر، هل يعني ذلك أن المستثمرين مهتمون بنتائج هذه الشركات الكبيرة أيضا؟ طبيعي. يعني دائما الدخول بهذه الفترة من السنة خلال الربع الأول وهي فترة جني الثمار للمستثمرين أو للمضاربين، هذه الفترة اللي بيشتري الأسهم بخلال فترات قادمة سوف يتم توزيع أرباح، سوف يتم إعلان عن أرباح، فدائما يكون الاتجاه إلى الشركات المتوقع لها أرباح مجزية، إلى الشركات القوية ذات العوائد المجزية. وفي هذه الفترة يتم الابتعاد نوعا ما عن الشركات المضاربية. يعني اليوم نحن إذا بدنا نروح لقيمة التداول كقيمة مادية وليس كعدد أسهم، بنقول إنه أكثر شركة اليوم تم التداول عليها تقريبا كانت شركة بروة العقارية، شفنا عليها حوالي 120 مليون ريال تقريبا الحالة. شركة المستثمرين القطريين المنخفضة حوالي 9%، شفنا 87 مليون. ثم الصناعات والتجاري وشركة الوطني والمصرف وبنك الدوحة. نلاحظ أنه الليستة يعني كلها بشكل عام من بنوك ومن شركة صناعات ومن شركات قوية نوعا ما، باستثناء المستثمرين القطريين التي لها وضع أنه خلال الفترة السابقة وخلال العام السابق شهدنا ارتفاع السهم بحوالي 90% على مدى الفترات الأخيرة، وشهدنا أرقام جديدة للسهم وهو يمر الآن بفترة خلينا نقول جني أرباح وتصحيح. يعني السهم طلع إلى أرقام مرتفعة نوعا ما. أحمد عقل، نعم، نلاحظ أن معظم
أحجان هي لشركات قيادية بالسوق بشكل عام. شكرا لك أحمد عاقل محلل أسواق المالية، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة.